من تونس ينضم إلي مراد علالة المحلل السياسي. أهلا بك سيد مراد. ماذا نفهم بداية سيد مراد من لجوء حركة النهضة لإجراء استفتاء كهذا بما يخص شخص الغنوشي؟ شكرا على الاستضافة. يعني بداية لابد من التأكيد أنها ليست رغبة حركة النهضة. النهضة لم تعد جسما واحدا متجانسا متناغما في مواقفه، يعني هي مجموعة ما يمكن أن نسميه بأهل الحل والعقد التي تدور في فلك راشد الغنوشي. يعني هي فتوى أو تخريجة وجدتها القوى النافذة القريبة من راشد الغنوشي لتبرير القفز على اللوائح والأنظمة الداخلية للتنظيم. بطبيعة الحال هي ردة فعل على عريضة المئة والتي ضمت شخصيات وازنة في الحركة، لها تاريخها، لها رصيدها الجهادي في التنظيم، لها تجربة سجنية، لها تجربة في الحكم. المئة شخصية فيها من هو في البرلمان، من في الشورى، من في المكتب التنفيذي، وحتى في الأوساط ربما ما يسمى نخبة النهضة. ردة الفعل كانت متنوعة. في البداية وقع ربما ترويض وفتح قنوات مع الغاضبين أو من نسميهم بالأبناء الضالين في الحركة، واستعاد راشد الغنوشي أسماء وازنة. يعني بعد زبير الشهودي عاد رياض الشعيبي الذي تمرد في وقت من الأوقات وخرج من الحركة وأسس حزب، ليس ذلك في حسب، أعطاه راشد الغنوشي مكانة لطفي زيتون. يعني اليوم هو أصبح مستشاره السياسي، نوع من الترضية. وهناك أيضا قنوات مفتوحة مع حمادي جبالي الأمين العام السابق. يعني هذه المناورات هي ربما لخلط الأوراق داخل التنظيم وللرد على المئة قيادي الذين ذاقوا ذرعا برغبة راشد الغنوشي في البقاء على جسم هذه الحركة. طيب ما يمكن أن نقوله أيضا هو أنه بقطع. نعم. سيد مراد، يعني أردت السؤال عن، نتحدث عن 100 قيادي يعني وقعوا على هذه على هذا البيان، ما ثقل هذا البيان الآن بعدما تم التوقيع عليه؟ يعني كيف سيؤثر على مجريات هذا الاستفتاء؟ البيان هو يمثل نقطة العودة بالنسبة للموقعين عليه، وقد تحدث أحد أبرز الأسماء وهو عبد اللطيف المكي خلال هذا الأسبوع في الإعلام التونسي، وقال أنه لن يتراجع قيد أنملة على الدفاع على حقه وحق الموقعين معه في العريضة في المطالبة باحترام نواميس العمل داخل التنظيم، وحمل المسؤولية لراشد الغنوشي في حال استمر في ضيه واستمر على إصراره لتنقيح النظام الداخلي واللوائح الداخلية والظفر ربما بولاية ثالثة. وقال له أنك بهذا الشكل تمثل خطرا على التنظيم. وهذه المرة مثل هذا التصريح يعد ربما سابقة من نوعها في قيادات الحركة. هي قيادات كما قلت وازنة، هناك وزراء سابقين، هناك أعضاء في البرلمان الحالي، هناك أعضاء في المجلس الشورى، وبالتالي هي أسماء وازنة ولها أيضا تجربة تمترست في الحكم في تونس وفي قبل 2011 وبعده، يعني بخلاف ربما راشد الغنوشي والدائرة الضيقة حوله. يعني هي بعض المستفيدين منه، بعض عناصر من العائلة وأساسا صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا. يعني هؤلاء هم الذين بقوا ربما يغنون ويرددون ما يريده راشد الغنوشي. في المحصلة، سواء نجح راشد الغنوشي في هذه المناورة وفرض الاستفتاء أم لا، وهي يعني هي بدعة في تقديري، فالضربة هي موجعة، ويمكن أن نقارنها بالضربة أو الصفعة التي تلقاها في شهر جوان الماضي عندما طرح الاستفتاء وحوله داخل مجلس نواب الشعب. صحيح أنه ربما ضمن بقاءه على كرسي رئاسة البرلمان، لكن قيمته الرمزية والاعتبارية سقطت وهوت من فوق. نفس الشيء داخل التنظيم. راشد الغنوشي مهما تكون في المستقبل نتيجة هذه الخطوة، سواء وقع الاستفتاء أم لم يقع، الرجل فقد الكثير من سطوته ومن رمزيته ولم يعد محل إجماع داخل التنظيم. طيب سيد مراد، الإصرار اليوم داخل على البلاد، الإصرار على بقاء الغنوشي يعني اليوم، هل هو لأجندة معينة خاصة بحركة النهضة ككل أم هو فقط لشخص راشد الغنوشي؟ هو لشخص راشد الغنوشي وربما لالتزاماته وتعهداته
مع ربما أطراف داخل تونس وخارج تونس صراحة. يعني هو له حسابات داخل تونس. هذه الفترة يعني ما تم خلال تشكيل الحكومة المشيشي أو خلال تشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم للحكومة في مجلس نواب الشعب، وبطبيعة الحال العلاقات التاريخية لراشد الغنوشي شخصيا مع وجوه في الإسلام السياسي في المنطقة، سواء في السودان من قبل أو في تركيا الآن. الجميع يدرك جيدا متانة العلاقة التي تربطه بالإخوان المسلمين في العالم، وبالتالي هو ربما أيضا سيراهن على أنه يقدم نفسه أنه ربما أكثر ورقة رابحة في التنظيم في تونس، وربما هو معناها شعار الاستقرار الإسلام السياسي في تونس، ربما أنه الأفضل من غيره للاستمرار في خدمة هذه الأجندات. وأعتقد أنه بهذا الشكل هو يقفز على حقيقة أن إخوته في التنظيم ذاقوا ضرعا بهذا التوجه، وهم يريدون أيضا أخذ فرصتهم في ربما التعبير عن تطلعهم إلى رئاسة وإدارة هذا التنظيم، ولما لا ربما التحكم في مصيره في المستقبل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي مراد علالة من تونس.